بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نصيحة في دقيقة. نصيحة اليوم ونحن في هذا الشهر الكريم حول مأكول أو حول لحم هو الأطرى والأكثر قيمة غذائية، الأكيد الكل علمه، وهو السمك. البروتين الموجود في السمك يعتبر ذو قيمة غذائية عالية وسهل الهضم، ويعتبر غذاء مفيدا للمرضى المصابين باضطرابات في جهاز الهضم. الدهن أيضا الموجود في السمك غني بالحموض الدسمة غير المشبعة، وهي ضرورية للوقاية من تصلب الشرايين ومن مشاكل أيضا القلب والجلطة الدماغية. دهن السمك أيضا يعتبر يعني أسهل هضما، حيث الهضم يعتبر أسهل، وبالتالي يعتبر العلماء أن لحوم الأسماك من أفضل أنواع اللحوم في الطبيعة. سبحان الله، الله عز وجل يعني أشار إلى هذا الموضوع في كتابه الكريم، قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. سبحان الله. لذلك في مائدة رمضان ينبغي ألا ننسى هذا الغذاء على الأقل مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات ولو بكمية قليلة، لأن الجسم يحتاج للأوميغا 3 الموجودة في هذا السمك، ويحتاج حتى للبروتينات والدهون، ويحتاج للكثير من الفيتامينات والمعادن الموجودة في لحوم الأسماك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.